معنا اتصال فيصل، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، يعطيك العافية. الله يحييك. أنا ليهنك بس بستفسر من الشيخ، الوالدة راحت للحج يوم التاسع في عرفة وما جاهم السواق الحملة إلا بعد الساعة 11 عشان يذهبون إلى منى. الكلام يا شيخ انه تاخر عليهم السائق، صلوا ركعتين بالعزيه ولا وصلوا منه الا في اليوم الظهر يوم العيد من الزحمه طبعا بالعزيه، فهل عليها شيء يا شيخ ولا؟ اذا كانوا يسيرون بالطريق قاصدين مزدلفه ولكن منعهم الطريق بشده الزحام ولم يصلوا إلا متأخرين فإنهم ليس عليهم شيء لأنهم معذورون، ويسقط عنهم المبيت في هذه الحالة للعذر. نعم، الحمد لله. شكرا، بارك الله فيك.